حلالك يا اسمر ربيك لعيوني تسهر، اداء جيد من الفنان الشاب سيد عوض. حقيقه دائما مع الصباح بنستمتع بالاداء الجميل للفنانين الشباب والفنانين الاساتذه الكبار. العاقب محمد حسن واحد من الفنانين العظام اللي قدموا للاغنيه السودانيه، يعني يمكن تابعناها في هذه الاغنيه حلالك يا اسمر، هي كلمات والحان الفنان العظيم. وحلالك يا اسمر، اللون الاسمر دائما من الالوان الجميلة، يعني احنا حتى الاطباء بيتحدثوا عن السمرة عندها ميزات جميلة وعظيمة للبشرة الانسانية، واللون الاسمر هو دائما بنعتونا به وبيصفونا به ونحن السودانيين، وبنحيي كل سوداني في هذا الصباح وسودانية. في عندنا كثير من المعلومات، وزميلنا انس منتج هذه الحلقة ممكن بيقدم لنا معلومات في هذا الصباح. واحدة من المعلومات عن الجريب فروت، هو بيقول علاج طبيعي للبدانة والكوليسترول. يعرف عن فاكهة الجريب فروت قدرتها على خفض الكوليسترول الضار وتحسين أداء الكلى والبنكرياس، بيساعد ده كله بيساعد على ضبط نسبة السكر بالدم. وهل تعلم انه الجريب فروت وسيلة للتخلص من دهون البطن والكرش؟ كثير من الناس عندهم مشكلة في الكرش والبطن، والجريب فروت العلماء بيقولوا بيساعد في التخلص من الدهون. وبحسب دراسة جديدة من جامعة ويسترون في كندا، تبين انه مضادات الأكسدة بتحتوي عليها الحمضيات، وخاصة الجريب فروت بتمنع الجسم من تراكم الدهون وتحسن قدرته على حرق الدهون المخزنة. والجريب فروت بيحتوي على العديد من الانزيمات اللي بتخفف متلازمة التمثيل الغذائي، واللي بتتضمن مجموعة من المشاكل الصحية: سكري، وزن زائد، كوليسترول، كبد دهني. والدراسة أكدت أنه بيساعد إذا نحن بانتظام لمدة 3 أسابيع أو أكثر، بيحفز الكبد على حرق الدهون المتراكمة حوله، وكمان عنده دور كبير في كبح الشهية. يعني الشهية دائما الناس اللي بتاكل كثير بيحاولوا ياخدوا بعض العلاج عشان ما يقلوا الشهية، وهناك تكميم معدة وكثير من الأشياء اللي بتنتج عنها أخطار كبيرة. يبدو أنه الجريب فروت واحدة من الفواكه الجميلة اللي عندها تأثير كبير وجميل. أنا غايت واحد من الناس فاكهتين المفضلة الجريب فروت، ما عشان كريش ولا حاجات، لكن أنا بحبها وبستمتع بشرابها. يعني